أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة الرافدين الفضائية. نسلط الضوء على ظاهرة العواصف الترابية التي تجتاح العراق. طبعا هذا يأتي بالتزامن مع موجة جفاف وتصحر غير مسبوقة تهدد مستقبل الحياة داخل العراق، خاصة في المحافظات التي ربما لا يكون فيها تشجير كافي أو حزام أخضر بما يكفي. على أي حال سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. أستاذ مجاهد مرحبا بكم. أهلا بك حياك الله. ومن المؤمل أن يلتحق بنا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. طبعا الأخوة في قسم الاتصالات يحاولون الاتصال بالدكتور نظير، يرجى منه الإجابة إذا كان يشاهدنا. على أي حال مشاهدينا الكرام فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام في هذه التغطية سنعالج ونناقش ظاهرة العواصف الترابية التي تجتاح العراق. طبعا هذا يأتي بالتزامن كما ذكرنا مع موجة جفاف وتصحر غير مسبوقة، كل هذا تهدد مستقبل الحياة الزراعية والآدمية في العراق. نبدأ معكم أستاذ مجاهد، لنبدأ من تصريح لوكيل وزير الزراعة ميثاق عبد الحسين، يقول إن التخصيصات المالية وتأخر الموازنة هما اللذان أسهما في تأخر تنفيذ المشاريع الخاصة بمكافحة التصحر. هل يمكن تصديق هذا التصريح أستاذ مجاهد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم. طبعا أولا ليس هناك أساسا مشاريع لمكافحة التصحر في العراق، يعني هناك أزمات متعددة ومتشعبة بدأت منذ عام 2003 وإلى اليوم، بدءا بأزمة الدولة وأزمة النظام السياسي وأزمة الدستور وما لحقها من أزمات متشعبة ومركبة تتعلق بالمشروع الوطني والطائفية إلى آخره. فهذه المشاريع التي تعتبر مشاريع بنى تحتية أساس لبناء الدولة لم تقم الحكومة ولا أي من الأحزاب السياسية التي وصلت إلى السلطة حديثا أن تقوم بهذا التفكير. لذلك هناك عوامل منها طبيعية ومنها ذاتية ومنها إقليمية ساهمت بشكل كبير في تنامي هذه الظاهرة واتساعها. يعني من العوامل الطبيعية مثلا التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، إضافة إلى يعني ارتفاع نسب الملوحة. كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في خسارة العراق سنويا تقريبا 100,000 دونم، يعني تسحف هذه تتحول الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة إلى أراضي بور. كل هذا بسبب الإهمال. يعني الإهمال هو الأساس الذي يمكن الارتكاز عليه لتفسير الكثير من الأزمات العراقية المركبة. وهو يعبر بشكل أساسي عن فشل الدولة. يعني فشل الدولة نراه في كثير من مفاصل الحياة، سواء السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التجارية، حقوق الإنسان، الدستور. فشل الدولة ظاهر بكل تفاصيل الحياة، المعتقلين والمغيبين قسرا، والقائمة تطول في ذلك. يعني كل أزمة في العراق تجد فيها عنوان لفشل الدولة. عندما تكون هناك دولة لن تظهر كل هذه الأزمات، وإن وجدت فستقوم الدولة بالتقليل من تأثيراتها على السكان. أستاذ مجاهد، ذكرت أن العراق حتى أنه لا يمتلك خطة لمشاريع ولو حتى على ربما على الورق، ولكن أليس للحكومة أن تثبت العالم أنها نجحت في قيادة العراق؟ أليس من مصلحتها أن تكون قد جربت نظاما جديدا في العراق؟ لماذا يعني هي تغيب المشاريع الاستثمارية والزراعية والصناعية في العراق؟ ما سبب في ذلك؟ يعني هناك يعني
مشكلة داخلية تتعلق ببنية النظام السياسي نفسه. نعم. بنية الأحزاب السياسية التي تفتقد لرؤية رجل الدولة، تفكر بالوصول إلى السلطة والحصول على المنافع والمكاسب فقط، وتترك وتهمل المشاريع الاستراتيجية، يعني مشاريع المياه وإدارة الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية والزراعة. هذه مشاريع استراتيجية لا يمكن أن يضعها رجل عادي، وإنما يجب أن يضعها رجل دولة. يعني الدول لا تفكر تفكير لمدة عام أو 4 أعوام، رجل الدولة يفكر 20 عام إلى الأمام، 50 عام إلى الأمام، 100 عام إلى الأمام. لذلك تفتقد الطبقة السياسية إلى رجل الدولة الذي يرسخ الأسس التي من خلالها يقلل الأزمات ويحقق مصالح المجتمع وناخبيه. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني لا نغفل أن دول الجوار والعامل الإقليمي ساهم بشكل أساسي أيضا بهذا الموضوع. يعني موضوع التصحر يرتبط بمشاريع الزراعة ومشاريع التشجير. مشاريع التشجير ترتبط بوفرة المياه. هناك يعني شبه صراع على المياه، ويعني ابتزاز العراق من قبل دول الجوار وتحديدا إيران. يعني وقت الوفرة المائية ووجود الأمطار، الجميع يتفق ويتقاسم الثروة. يعني إذا سألتك ما مصلحة إيران في أن تمنع المياه عن العراق، خاصة أن هناك علاقات وشيجة ما بين النظام الحاكم في العراق وإيران، ولكن دعني أستمع لهذه الإجابة بعد أن نذهب إلى إنفوغراف يتحدث في صلب الموضوع، فلنتابع. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية ظاهرة العواصف الترابية التي تملأ شوارع العواصم أو المدن العراقية. طبعا هذا يأتي بالتزامن مع موجة جفاف وتصحر يصفها المراقبون والمختصون بأنها غير مسبوقة. مرحبا بكم من جديد أستاذ مجاهد الطائي. سألتك قبل الفاصل، لماذا تقطع إيران المياه عن العراق ولها علاقات قوية جدا مع قادة السلطة الآن الموجودين في العراق؟ نعم، طبعا إيران لديها التفسير، هنا نتحدث بشق سياسي. نعم. إيران تتعرض لعقوبات أمريكية وغربية شديدة، على خاصة على قطاع النفط والطاقة. إيران قامت التركيز على الأمور التي لم تتضمن العقوبات. طيب. ومنها القطاع الزراعي. لذلك تقوم إيران برفع إنتاج الزراعي وتصديره للعراق لكي تعوض العقوبات وتلتف عليها من خلال الرئة الاقتصادية العراقية. هناك 5 محافظات إيرانية على الحدود مع العراق. نعم. تشكل 25% من الثروة أو الناتج المحلي للزراعي لإيران. نعم.
هذه المدن تعرضت أيضا لقلة أمطار وجفاف، وبالتالي خرجت تظاهرات ضد السلطة في إيران. ما قامت به إيران هو أنه رفعت خلال العشر سنوات الماضية 50% من ناتجها الزراعي، وحبست الأنهار وبنت عشرات السدود ويعني الأنفاق المائية مع الأنهار التي ومنعتها من أن يعني تجري إلى العراق لكي توفر لنفسها اكتفاء ذاتي أولا جراء العقوبات المفروضة عليها، وتصدر الناتج الفائض إلى العراق. يعني الناتج الزراعي السنوي الذي يصدر إلى العراق يقدر ب 6 مليار دولار. 60% من المنتجات الزراعية المصدرة إلى العراق هي إيرانية. لذلك إيران تعوض العقوبات ونقص الوفرة المالية جراء الضغوط باستغلال هذا الجانب، لكن الضرر الأكبر سيكون على العراق. يعني العراق يتضرر زراعيا، يتضرر مائيا، يتضرر صحيا. هناك تلوث مع الجفاف يظهر، هناك معادن تظهر على السطح. صحيح. كل هذا لا تكترث إليه إيران. يعني هناك اتفاقية تسمى باتفاقية الجزائر بين العراق وإيران. هذه الاتفاقية يعني جرى نوع من المساومة في تنفيذها، والمفاوضات منذ أيام النظام السابق يعني تركها النظام السابق من طرف واحد وتخلى عنها مع بدء الحرب العراقية الإيرانية، ثم عاد والتزم بها بعد حرب الخليج الثانية. لذلك إيران يعني فيها ملحق يتعلق بالأنهار المشتركة، لكن إيران تريد الالتزام بها لمنافعها الخاصة، ولا تريد الالتزام ببنودها التي تفرض عليها أن تفتح هذه الأنهار وتشترك بها مع العراق. لذلك الاتفاقية هذه معلقة ويجب إعادة النظر بها من الطرفين، طبعا من الطرف العراقي ومن الطرف الإيراني. لكن للأسف في العراق لا يوجد هناك إرادة سياسية حقيقية تجبر إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات. يعني الآن تركيا على سبيل المثال عندما منحت العراق حصصه المائية كان هناك مساومة، يعني مفاوضات، سمح العراق لإيران لتركيا عفوا بالدخول ومواجهة حزب العمال الكردستاني مقابل إطلاق حصص مائية. لكن إيران هنا ترفض المفاوضات، هنا إيران تماطل، هنا إيران تفكر باستمرار الأزمة، هي منتفعة من هذه الأزمة، تغلق الأنهار وتحبس المياه وتستفيد من هذه هذا الأوضاع، ولا يوجد هناك طرف سياسي عراقي قوي يجبر إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. في هذا الإطار القوة والضعف، هل تصرفات إيران وأفعالها باتخاذ هذه الخطوات قطع المياه عن العراق وجدت حكومة ضعيفة أو حكومات متعاقبة ضعيفة؟ طبعا إيران لو رجعنا إلى ثلاثينيات القرن الماضي وراجعنا جميع الاتفاقيات منذ أيام الدولة العثمانية والانتداب البريطاني وما قبله وما بعده، إيران لا تلتزم بالاتفاقيات إلا بحالة واحدة عندما تجبر على ذلك، عندما يكون العراق يمتلك سلطة قوية يجبرها على الالتزام بهذه الاتفاقيات. لذلك إيران بطبيعتها وثقافتها السياسية لا تلتزم بهذه الاتفاقيات، لا تكترث لدول الجوار تتدخل. يعني الآن لو رأينا إيران وسلوكها في منطقة الشرق الأوسط لا تكترث لا القانون الدولي ولا سيادة الدول ولا الحدود ولا تحترم دول الجوار. لذلك التعامل مع إيران يعني لو قامت الحكومة العراقية بمبادرات دبلوماسية أو لجأت إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية أو لجأت إلى طرف وسيط كتركيا أو قطر أو أي دولة معينة تكون تخلق حالة من الوساطة نصل بها إلى نقطة مشتركة لكي نوقف حالة الانحدار وتضرر السكان المحليين، خاصة في ديالى ومناطق متعددة من العراق بالضبط. وبالأخص الجنوب العراقي. يعني لو ذهبنا مثلا إلى مناطق معينة نقول أن هناك مثلا حقد فارسي على مناطق معينة، لا، هنا الضرر شامل على الجميع. يعني الفكرة القومية الإيرانية والمصلحة الفارسية
هي السائدة. نعم. والحكومة العراقية إلى الآن لم تتحرك تحرك جدي لإيقاف هذه الحالة وإيقاف إيران من المماطلة. نعم. يعني إيران إلى الآن تماطل. لا وجود إلى حل، لا سلم ولا حرب ولا استمرار في الاتفاقية ولا اتفاقية جديدة ولا ملحقات ولا بروتوكولات. طيب. يجب أن تضغط الحكومة من أجل التوصل إلى حل يعني يوقف هذا الضرر الذي يقع على السكان، والذي في نهاية الأمر منع المياه، عدم الزراعة يؤدي إلى عواصف ترابية تجتاح العراق بالكامل. هذا بالنسبة لإيران، ولكن عندما نتحدث عن الداخل العراقي، هل هناك تفسير منطقي لديكم يعني في عدم قيام الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الآن بمسألة التشجير وبالتالي القضاء على التصحر؟ ما السبب في ذلك؟ يعني أزمات العراق، أزمات العراق أزمات متعددة ومتنوعة. نعم. مسألة التشجير هذه يعني حالة تخلقها أو تقوم بهذه المشاريع الدول التي تحقق الكثير من الإنجازات. نعم. وبالتالي يأتي هذا الغطاء النباتي والمشاريع الزراعية مثل تركيا، مثل السعودية، مثل دول عديدة لديها خبرة ومشاريع ناجحة في هذا المجال. يعني هذه المشاريع لا تأتي أولوية على مثلا الدستور أو بناء النظام السياسي. نعم. أو شرعية السلطة. نعم. هذه المشاريع مشاريع تأتي لاحقا، لذلك العراق فشل في الأسس بناء الدولة، يعني فشل في الدستور، فشل في احترام المدد الدستورية، فشل في بناء نظام سياسي قوي، فشل في بناء أجهزة أمنية. نعم. فشل في بناء استراتيجيات خمسية وعشرية صحيح. يعني كل هذا الفشل المتراكم يعني لن يؤدي إلى نجاح في عملية التشجير والقضاء على التصحر. لذلك يعني دعم المبادرات الفردية. نعم. والمنظمات المحلية أولوية يعتبر، لأن الحكومة لن تلتفت إلى هذه المشاريع، لأنها مشاريع يعني تعتبر مشاريع ثانوية وربما أقل من ثانوية. نعم. لذلك يعني أيضا أستاذ مجاهد، يعني هل تعتقد بأن عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة هو عدم ولائهم للعراق، لأنهم لا يعملون لصالح العراق وللشعب العراقي؟ سنبحث هذا الأمر، ولكن دعني باسمكم أرحب بالأستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عبد القادر، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام وضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ عبد القادر. اليوم نناقش في هذه التغطية ظاهرة العواصف الترابية، كما تعرفون أنها تجتاح العراق. هذه تأتي بالتزامن طبعا مع موجة جفاف وتصحر غير مسبوقة، بالتالي هي تهدد مستقبل العراق على جميع الأصعدة. ولكن الأستاذ مجاهد الطائي ضيفنا في الاستوديو يعني تحدث عن قطع إيران للمياه، وبالتالي قطع المياه لا يوجد تشجير، وبالتالي تكون هناك يعني عواصف ترابية تغطي سماء بغداد وبقية المحافظات العراقية. أيضا ربما تكون هناك الحكومة يعني من المستغرب أنها لا تقوم بهذه المشاريع، مشاريع التشجير، حتى تثبت للعالم بأنها نجحت في سلطة العراق، وفي ذلك غرابة واستعجاب في ذلك. أيضا ربما يعني تحدثنا عن الأفعال الإيرانية التي تتخذها في مسألة قطع المياه عن العراق، وهناك ضعف من جانب الحكومات المتعاقبة في ربما يعني إن صح التعبير محاسبة إيران على قطع هذه الروافد عن العراق. ولكن دعني أسألك هنا، هل أثر ضعف الخبرات العلمية والإمكانيات في العراق مع تحديات التغير المناخي الذي نتحدث عنه نهاء الآن والذي يمر به العراق، بمعنى آخر غياب أصحاب الكفاءات أدت إلى أن يمتلئ سماء العراق أو تمتلئ سماء العراق بالعواصف الترابية أستاذ عبد القادر؟ من المعلوم تماما أن قضية العواصف الترابية التي يمر فيها العراق هي عواصف ليست تخضع لتغيرات مناخية، لأن التغيرات المناخية طارئة ويمكن أن تحدث عدة أيام في السنة، لكن الآن الوضع العراقي تجاوز كل الحدود
ولا سيما عدم وجود مساحات خضراء او طريقه اخرى لايجاد مساحات الزراعه الموجوده حاليا التي اصبحت هي متصحره الاراضي الزراعيه بعد ان كانت العراق فيه سله غذائيه كبيره حتى في ايام الحصار في تسعينيات القرن الماضي لم يتراجع العراق عن الزراعه، لكن في الوقت الحاضر حقيقه المناطق الزراعيه اصبحت جزء من التصحر، ولذلك انحسار وانحسار كبير تماما في عمليه الاراضي الخضراء. هو هناك عده عوامل اساسيه، غياب الكفاءات بالتاكيد، لاننا كل ما يحدث الان من امور تطال الشعب العراقي سواء على مستوى الجفاف او التصحر او ما يجري من خلال نتيجه طبيعيه لهذه الامور وهي باتجاه العواصف وعدم وجود مسدات ومصدات لهذه العواصف الترابيه على المدن اقل تقدير، بالتاكيد هذا يعود الى فشل السلطات السياسيه بعد 2003 من خلال تغييب الكفاءات عن وزاره الزراعه او وزاره البيئه، وبالتالي عمليه طرد الكفاءات وابدالهم باشخاص اميين لانهم ينتمون الى ميليشيات مسلحه والى احزاب سياسيه حاليه هي التي تقود البلد، هو بالتاكيد اثر تاثيرا كبيرا، لانه لا توجد هناك رغبه سياسيه، القضيه تتعلق بالرغبه السياسيه وليست تتعلق ايضا بوجود الكفاءات، لا توجد هناك اي رغبه سياسيه في انتاج الزراعه او دعم الزراعه، لان كل ما يحدث الان هو خدمه للمشاريع الايرانيه بطريقه مجه على حساب الشعب العراقي، لذلك رايتم حتى الفلاحين الذين يعتمدون على انفسهم في الزراعه في الاعوام الماضيه يحرقون محاصيلهم، وما يحدث في كركوك اليوم او امس كدليل اخر على ان هذه الطبقه السياسيه تدفع باتجاه طرد الكفاءات وابقاء العراق على ما هو عليه، والا ماذا يفسر الى هذه اللحظه؟ لم تقدم السلطات الحكوميه بلاغا الى مجلس الامن الدولي او الى الامم المتحده، لانه قانون مدريد او اتفاقيه مدريد عام 1911 يحظر على اي دوله منع سيران مجرى نهر باتجاه دوله اخرى، طيب فما بالك 45 نهرا ورافدا تقطعه ايران عن العراق بطريقه متعمده. سعود اليكم استاذ عبد القادر، ولكن ضيفايا الكريمان دعوني ارحب بالدكتور نظير عباس الانصاري الاكاديمي المتخصص في شؤون المياه عبر سكايب من ستوكهولم. دكتور نظير مرحبا بكم. يعني من الناحيه الاكاديميه دكتور، ما الذي فاقم العواصف الترابيه التي يعني تحدث شبه يومي في العراق والتي تضرب العراق من اقصاه الى اقصاه؟ نعم، بالنسبة إلى هذه العواصف بالحقيقة متوقعة جدا، والسبب هو مثل ما تفضل المتحدث ضيفكم قبلي، نعم، شحت الموارد المائية وكثير من الأراضي الزراعية تحولت إلى أراضي جرداء. نعم، فإحنا إذا ننظر إلى الوضع المائي في العراق نلاحظ أنه المساحات الزراعية تقلصت بشكل كبير. يعني مثلا نهر الفرات كان وارد العراق من المياه سابقا 30 بليون متر مكعب، حاليا أقل من 4 بليون متر مكعب. نفس الشيء بالنسبة لنهر دجلة وروافده، حاليا يعني كان التصريف مثلا نهر دجلة في بغداد 1250 متر مكعب بالثانية، حاليا بحدود 300. إضافة إلى هذا نلاحظ أنه الكثير من الروافد المهمة مثل كارون الكرخة وديالة قطعتها إيران زائدا الوديان الجانبية. فلذلك نلاحظ أنه تقارير المنظمات الدولية تقول مثلا العراق ده يخسر 100,000 دونم من الأراضي الزراعية سنويا. إضافة إلى هذا إذا نلاحظ أنه وزارة الموارد المائية خلصت المساحة الزراعية هذا الموسم 50%. وإذا نرجع إلى الأرقام اللي سوتها وزارة التخطيط، المفروض أنه إحنا 28 مليون دونم تكون صالحة للزراعة. المستغل منها 11 مليون دونم. وإحنا قلت قبل لحظات أنه هذه خلصت 50%. طبعا هذه رافقها قلة في الغطاء النباتي، فإذا احنا عندنا درجات الحرارة مرتفعة، واحنا نعرف أنه درجات الحرارة في العراق كانت من أعلى درجات المسجلة في العالم، يعني وصلت بغداد 52 درجة مئوية
وتقارير البنك الدولي والمنظمات الأخرى تقول من الممكن أن تزيد درجتين مئوية أيضا. فزيادة الحرارة يعني معناها جفاف التربة، قلة الغطاء النباتي يعني معناها العوامل الفيزيائية والكيميائية راح تحطم تركيب التربة، فلذلك تكون قابلية حدوث العواصف الترابية كبيرة جدا. وإذا نلاحظ تقرير مثلا معهد الصحراء الأمريكي اللي صدر خرائط لمختلف دول العالم حول نشاط العواصف الترابية، نلاحظ أنه العراق كان موقع من المناطق اللي راح تكون فيها العواصف الترابية كبيرة. وأحد تقارير الأمم المتحدة يقول أنه سنة 2012 حدثت 122 عاصفة ترابية وكان 283 يوم مغبر. ونفس التقرير يقول أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه فيتوقعون أنه العواصف الترابية راح تزداد وتكون بحدود 300 عاصفة سنويا بحلول سنة 2030. يعني يعني جو صحو شهرين وعشرة أشهر عواصف ترابية دكتور؟ نعم هذا التقرير يقول. ليش؟ لأنه حاليا على مقياس الجفاف العراق مسجل 3.7 والمقياس هو 5 درجات، يعني احنا على الحافة. فالتقارير أيضا للمنظمات الدولية تقول إذا بقى الوضع كما هو عليه في العشر سنين القادمة راح يكون العراق على مقياس الجفاف 4.6، يعني معناها تقريبا صحراء. فأنت ايش تتوقع من هذا الشيء؟ طبعا راح تتوقع عواصف ترابية كبيرة مع الأسف. طيب لا سمح دكتور نظير، ضيوفي الكرام، يعني سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله. نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين ستبث على القمر تركسات 3A وفق التردد 12729 عمودي اعتبارا من الأول من حزيران المقبل. لذا يمكن لمشاهدين الكرام في الدول الأوروبية التقاط بث الرافدين على قمر تركسات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أستاذ مجاهد، هناك مسؤولون في الحكومة الحالية يقولون أن الجفاف وقلة الغطاء النباتي ممتد أيضا إلى دول مجاورة، ولكن من الناحية السياسية وحتى ممكن أن نطلقها من الناحية الاجتماعية ومن ناحية تقدير الكفاءات، من يطلق مثل هذه التصريحات، هل يمكن مساواة العراق بالدول الأخرى التي بنت بلدانها على أسس صحيحة في العراق الذي أغلب مؤسسات العراق يخضع للمحسوبية والمنسوبية والمحاصصة؟ يعني هو يشبه ما يجري في العراق على ممتد إلى دول مجاورة، مثلا الكويت أمس أو اليوم كانت أيضا هناك عاصفة ترابية قوية في الكويت، ولكن هل يمكن أن نقارن العراق بدول الخليج العربي الآن؟ قطعا لا، يعني ليس فقط يعني دول الخليج، الكويت، السعودية، تركيا، إيران، جميع هذه الدول تعاني من نفس، يعني هناك تغير مناخي عالمي، لكن التعامل مع هذا التغير هو الفرق الذي يعني يجب أن نركز عليه. الفشل في إدارة الدولة العراقية في جميع مفاصلها هو جزء منه فشل في إدارة الموارد. لذلك يعني لو نذهب إلى الكويت على سبيل المثال، هناك إشاعة ثقافة التشجير، يعني كل منزل يعني يقوم بزراعة أشجار مقابل منزله. هناك مشاريع، يعني حتى فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، يعني قدمت المملكة العربية السعودية قبل أشهر مشروع إلى العراق لزراعة 1,700,000
فدان في محافظات النجف والمثنى والأنبار تم رفضه من قبل العراق من أعلى المستويات ومن أطراف سياسية تعتبر حليفة لإيران. وجير الموضوع وأدخل في سياق غير سياق الحقيقي والصحيح. وبالتالي هذه الأطراف السياسية عندما ترى دول تقدم مشاريع زراعية وإدارة ثروة حيوانية من المفترض أن تساهم مساهمة كبيرة وتسعى من أجل يعني تشكيل هذا الغطاء النباتي، القضاء على شيء من البطالة في هذه المدن، تحسين الجو في العراق من خلال هذه الأشجار، جميع هذه المشاريع يمكن أن تساهم في أو تخفف أو تقلل الأضرار على العراق. لكن جميع هذه الأطراف السياسية ترفض هذه المشاريع واستثمار مثل هذه المشاريع ولا تقدم البديل. يعني لو قدمت البديل عن هذا المشروع السعودي لقلنا هناك مشروع آخر أفضل منه، يقلل الضرر على العراق، أوفر ماديا، فيه يعني مساحات أوسع، لكن مجرد رفض هذا المشروع لكي يغطون يعني هذا المشروع لو كتب له النجاح سيتخلى العراق شيئا فشيئا عن الزراعة الإيرانية، وبالتالي يزداد الضغط على العقوبات على إيران. على إيران. لو استثمر في مجال الألبان وفي بتربية المواشي والأبقار لكان هناك أيضا تخلي شيئا فشيئا عن إيران. وبالتالي هم يساهمون بطريقة مباشرة وغير مباشرة يعني ارتهان العراق لإيران. ويعني الآن العراق لا يمتلك أوراق تفاوضية وضغط على إيران بسبب أن العراق، يعني لو افترضنا جدلا أن العراق ضغط على إيران في موضوع هذه الروافد المائية من أجل التزام إيران بفتحها وعدم بناء السدود، يعني لو تخلى عن الغاز الإيراني العراق يقع في مشكلة، لو تخلى عن الكهرباء الإيرانية العراق نفسه يقع في مشكلة، لو تخلى عن الزراعة الإيرانية العراق يقع في مشكلة. لذلك هم يجعلون العراق مرتهن لإيران، ليس هناك مشاريع بديلة لهذه المشاريع، وبالتالي استمرار العراق مرتهن بيد إيران. أستاذ عبد القادر، أنت معنا الآن عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، نجدد الترحيب بك وبضيوفنا الكرام. أستاذ عبد القادر، عواصف العراق الترابية من الناحية ربما تكون السياسية، هل يعلم أصحاب التفسيرات، أعني بذلك التفسيرات بأنه هناك قطع للمياه، هناك عدم اهتمام بالأراضي الزراعية، هذه التفسيرات والمبررات، هل يعلم أن مطلقيها ومروجيها هم يوفرون غطاء للمسؤول الفاسد أستاذ عبد القادر؟ تحية لك ثانية ولضيوفك الكرام جميعا. مؤكد تماما أنهم يريدون حقيقة جعل بالونات سياسية لصالح هذه الأحزاب الفاسدة وشخصياتها، لأن هؤلاء من يتحمل المسؤولية الكاملة. وإلا واحدة من الأمور التي ساهمت في أن تكون بغداد بؤرة لهذه الأتربة بطريقة كبيرة تماما، ولا يوجد هناك أحد، هي عملية التهجير الطائفي. ألم يخضع لهذه القضية قضية سياسية بحتة من أجل التغيير الديموغرافي، وهو مشروع برعاية إيرانية متكاملة. مساحات بغداد الخضراء كلها كانت في حزام بغداد، هجر أهلها ثم وزعت أراضيهم على قطع أراضي للأحزاب السياسية وللميليشيات الداعمة لهم بإطار مسلح، وبالتالي قضوا على حزام بغداد الخضراء وسلة بغداد الغذائية، وبالتالي جميع الأشجار التي كانت تحمي بغداد من العواصف ومن غيرها انتهت بالكامل. اليوم نتكلم عن أراضي جرداء تحيط في بغداد العاصمة. هؤلاء يعلمون حجم الجريمة الكبيرة التي تمارس على العراقيين، وكما أسلفت لك وأؤكد من خلال هذا اللقاء معكم أن الطرف السياسي هو الذي، وأن كل ما يجري الآن هو قضية سياسية وليست قضية مناخية بالعراق. لذلك يمكن التغلب على كثير من الأمور. كان اليوم المفروض ونحن نشهد أزمة غذائية عالمية ربما في العام القادم ستكون أشد على العالم، والعراق سيكون من ضمن الدول 16 الأكثر فقرا على مستوى العالم. كان المفروض الآن نتكلم عن تشجيع الزراعة، لكن هنا أقول لك بقضية سياسية واضحة. عندما ترحب قبل يومين إيران
على أعلى مستوياتها في الخارجية الإيرانية، على أنهم يأملون بالسرعة الممكنة إقرار مشروع قانون الأمن الغذائي في العراق. نعم. لأنه سيوفر 4 مليارات دولار من هذه المبالغ لصالح إيران. كيف يمكن لهؤلاء الذين أصبحت تبعيتهم واضحة للمشروع الإيراني أنهم سيسعون إلى تقليل هذه النفقات المالية من أجل إيران، وبالتالي سيصب في مصلحة الشعب العراقي. حتى في عملية غذاء العراقيين هم يريدون أن يبوبون تسديد الديون الإيرانية، وهي ديون وهمية لم يجد العراقيين لا غذاء ولا كهرباء ولا غازا منها، إنما فقط مجرد عقود وهمية لا قيمة لها ولا يأتي منها إلا 10%. لذلك ما يجري كله سياسيا في العراق وبسبب الطبقة السياسية وأجندات العملية السياسية، وهؤلاء يفعلون ما يفعلون بالعراقيين متعمدين، وليس لأنهم جهالا في السياسة أو في الإدارة. يستطيعون الاستعانة بكثير من خبرات العراقيين، والعراقيون قادرون على إيجاد حلول كبيرة، ومنها الشعب العراقي، وقد طالب الميثاق الوطني قبل عدة أيام في بيان بالضغط لبناء سد كبير في قرنة علي عندما يلتقي نهر الفرات ونهر دجلة، من أجل منع مياه العذبة للتسلل إلى شط العرب. هؤلاء حقيقة الحلول موجودة، ومنها مشروع موجود حاليا لكنه لا ينفذ، وهو إعطاء خريجي كلية الزراعة في جامعات العراق مساحات للزراعة والاستثمار. إذن ما يحدث هو تصميم سياسي بطريقة متعمدة لإيذاء الشعب العراقي. أنا أشكرك أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والباحث السياسي، حدثنا عبر سكايب من عمان. شكرا جزيلا لكم. دكتور نظير، لاحظتم ربما في الأيام السابقة هناك شاب في مقتبل العمر يقوم بالركض على في وسط نهر دجلة. الجواهري قال: حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني. الوضع المائي في العراق كيف تراه دكتور نظير؟ الوضع المائي صراحة أسباب الشح المائية ثلاثة. نعم. وتحدثنا سابقا عنها لكن نعيدها بصورة سريعة. أولا تغير المناخ اللي تكلمنا عنه. نعم. ثانيا المشاريع المائية أو الهيدرولوجية في تركيا وإيران، وأيضا تحدثنا عن قسم من تحويل بعض الروافد في إيران، زادا بنوا إيران 12 سد ضخم لتحويل مياه روافد دجلة. بالنسبة إلى تركيا عندهم مشروع جنوب شرق الأناضول اللي يحوي على 22 سد و 19 سد لتوليد الطاقة الكهربائية، من جملتها هذا سد أليسو وآخر واحد بنوا. وهذه كلها طبعا تأثر على شحة المياه. وأنا ذكرت أرقام قبل شوية، قلت مثلا تصاريف نهر الفرات قلت 90%، تصاريف نهر دجلة قلت بحدود 60%. لكن الشيء الثالث أو المتغير أو العامل الثالث في الشحة المائية هو سوء الإدارة داخل العراق. يعني الاستراتيجية المتبعة اللي خلتها شركة إيطالية سنة 2015 والمفروض تشتغل إلى سنة 2030 أثبتت فشلها. دكتور يعني دكتور يعني ما عندنا خبراء بالعراق؟ ما عندنا خبراء؟ لا عندنا خبراء. وأني واحد في كثير من المؤتمرات وعلى قناتكم المحترمة هواية ذكرت أنه المفروض الاستراتيجية توضع من قبل خبراء عراقيين. لو احنا بسنة 1950-1960 نقول ما عندنا خبراء عراقيين، لكن احنا 2021 يعني عندنا خبراء عندهم اكثر من نصف قرن من الخبرة. هذول يعرفون كل خلينا نقول مشاكل الموارد المائية، يعرف شلون يتعامل مع الفلاح العراقي، يعرف شلون يتعامل مع المهندس العراقي. فلذلك من انت تجيب شركة اجنبية، هذه الشركة راح تخلي أشياء ما لها علاقة بوضع العراق الاجتماعي، طبيعة الفلاح العراقي، طبيعة المهندس العراقي. زائدا إذا حضرتك تطلع أو أي مختص يطلع على هاي الاستراتيجية يشوف بيها نواقص كبيرة ومدخلات خاطئة. يعني مثلا الساعات الخزنية للسدود موضوعة حسب
الساعة التصميمية. يعني شنو؟ أعطيك مثال. سد دوكان شو وقت اشتغل؟ سنة 59. يعتبرون الساعة الخزنية مالته لا تزال كما هي. هذا ما كل شيء، لأنه كل السدود بمرور الزمن تترسب رواسب بها تقل الساعة الخزنية. وسد دوكان اللي ذكرته، ليش أنا ذكرته؟ لأن يعني واحد من طلاب الدكتوراه عندي قبل كم شهر خلص شغل على دوكان، 25% من الخزين مال دوكان رايح. هذا ما محسوب بالاستراتيجية الإيطالية. إضافة إلى أمور أخرى يعني ما أريد نطول ونتحدث عنها، لأنه هي الاستراتيجية أصلا فاشلة. المفروض إحنا نعتمد على استراتيجية جديدة بغض النظر عن التغير المناخي. ما أنتوا حكيتوا قبل شوي أو أحد ضيوفكم الكرام أتكلم، يعني هاي دول الخليج هي ليش الكويت وضعها الماي أحسن من العراق بالضبط. لكن أكو ناس دا تشتغل. هنا إحنا مع الأسف الناس اولا ما واعي، يعني اكو تعتيم على هذه الامور. ثانيا هسه لو نقرا كل تقارير المنظمات الدوليه تقول كلها انه سنه 2030 العراق راح يواجه شحه كبيره جدا. واخر تقرير صدر قبل كم شهر اللي هو مجلس المخابرات الامريكي، كان هذا التقرير سري، ورئيس الولايات المتحده بعد مؤتمر غلاسكو يعني قال لهم ما يخالف نشروه. إذا تقرأ هذا التقرير، هذا التقرير يقول 11 دولة ومن ضمنها العراق ستعاني من مشاكل صحية واجتماعية وسياسية واقتصادية بحلول سنة 2030 نتيجة شحة المياه وعدم اتخاذ أي إجراء. فلذلك أنا ما أعرف ليش هذه الكتل السياسية اللي دا تتحكم بالبلد ما واعية إلى هذه النقطة. هل هو جهل؟ هل هو عدم إدراك للموضوع؟ هل هو محاضرة؟ هو هاي النقطة، هاي النقطة راح أسأل بيها أستاذ مجاهد الطائي، ولكن ضيوفنا الكرام دعوني أذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود أو إلى انفوغراف. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. أستاذ مجاهد، يعني كما تفضل الدكتور نظير، يقول ليش الحكومات والمسؤولين الآن ما يتخذون أي إجراء لمعالجة ظاهرة التصحر أو معالجة جفاف المياه؟ هناك من تحكي ويا أي مسؤول موجود يقول لك أنا ما مسؤول عن العواصف اللي تيجي للعراق، يعني هي فد حالة مناخية تيجي للعراق. ليش دائما احنا نقول بانه هذه العواصف الترابية هي نتيجة تقصير مسؤول؟ بمعنى اخر، هل المسؤول يتحمل ما ينتج عن العواصف الترابية او انه يخلي مسؤوليته ولا يتحمل اي مسؤولية؟ لا، اكيد يتحمل مسؤولية، وهو كما ذكرنا سابقا الفشل هو فشل في إدارة الدولة ككل. طيب، يعني الأزمة لا تتعلق في العواصف الترابية، يعني هناك ما هو أخطر من ذلك بكثير. يعني ظاهرة العواصف هذا هو يعني عبارة عن انعكاس وارتداد للأزمة الرئيسية في العراق. طيب، يعني لو تعمقنا أكثر في الأزمة عن أسبابها، عن عدم معالجتها، يعني قطع المياه عن العراق، ذهاب ويعني تحول الأراضي الزراعية إلى أرض بور مثلا. طيب،
هذا الأمر كيف سيتحول على العراق؟ بغض النظر عن تأثير العواصف الترابية كظاهرة جزئية من الحدث، يعني هناك تقريبا 7 مليون عراقي يعيشون في الريف، يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي وعلى الأنهار. 7 مليون عراقي، تخيل لو قطعت المياه وتحولت أراضيهم إلى أراضي بور وأصبحوا عاطلين عن العمل. نعم. هناك سيصبح تهجير قسري إلى المدن. بالضبط. هناك تحولات اجتماعية خطيرة سيحدث. هذه التحولات الاجتماعية والهجرة القسرية سيحدث يواكبها تغيرات سياسية واضطرابات سياسية وعدم استقرار. يعني الاقتصاد العراقي سيتأثر تأثرا كبيرا، يعني مزيد من الارتهان. يعني الآن لو زرت بغداد أو زرت الموصل أو زرت البصرة، المدن الرئيسية في العراق، لرأيت اكتظاظ سكاني خطير. نعم. هذا الاكتظاظ السكاني مع زيادة عدد السكان بشكل طبيعي، يعني المسؤول لا يفكر من الآن إلى 10 سنوات إلى الأمام. يعني نعم. ما يتفضل به الدكتور نظير. نعم. يعني صحيح 100% وخطير جدا. يعني المسؤول العراقي لا يفكر سوى بال4 سنوات التي سيكون فيها يعني في السلطة. الدكتور نظير يقول 2030 حيكون هناك دكتور، حيكون جفاف لو شحة، جفاف كامل لو شحة، هناك شحة كبيرة. يعني التقارير تقول 7 ملايين مواطن اللي يعتمدون على نهر الفرات سيعانون من شحة كبيرة، و2 مليون من الأطفال مع عوائلهم حسب تقرير اليونيسيف سيعانون من شحة شديدة بالمياه. نعم. تقرير الأمم المتحدة اللي طلع 2010 يقول إذا بقى الوضع كما هو عليه ف2040 سوف لن تدخل قطرة ماء من دجلة والفرات وروافدهم إلى العراق. طيب دكتور، خلي أختم وياك بدقيقتين لو سمحتم. لو تحدثنا مع حضرتك عن الحل، ما المطلوب الآن في معالجة ظاهرة التصحر وجفاف الأنهار بنقاط محددة دكتور؟ الاستراتيجية يجب أن تتغير، والاستراتيجية الجديدة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار الوضع الحالي والعوامل المتوقعة مستقبلا. ثانيا، يجب أن نعتمد أيضا على المصادر غير التقليدية للمياه، يعني حصاد مياه الأمطار وتنقية المياه العادمة وعادة استخدامها للأغراض الزراعية. نعم. طبعا حصاد الأمطار احنا أجرينا عديد من التجارب عليه، وصحيح أكو تغير مناخي ونقصان في الأمطار مع الزمن، لكن الدلائل اللي وجدناها أنه رح ممكن أنه نحصد ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار. اثنين، أو عدا هذا، تقنية الري يجب أن تتغير بشكل جذري. يعني التقنية اللي هي الري السيحي حاليا فواقد المائية كبيرة جدا. طيب. فيجب أن نتجه إلى تقنيات اللي تكون فواقدها المائية قليلة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش. الشيء الثالث، كل القنوات المغذية أو قنوات المياه يجب أن تكون مبطنة ومغطاة حتى الفواقد المائية تكون بسيطة. بعدين لازم أكو برنامج للتوعية الجماهيرية. يعني الجماهير ترى إلى الآن ما واعية على طبيعة المشكلة، لأنه أكو تعتيم إعلامي من قبل الدولة. نعم. ما تريد المواطن يعرف حقيقة الأمر، وهذا شيء خاطئ جدا، لأنه المواطن يجب أن يعرف طبيعة المشكلة حتى يعرف شلون يتصرف، ويجب أن الدولة بالحقيقة ترشده إلى كيفية الاقتصاد بالمياه. قوانين الخاصة بالمياه يجب أن تتغير، يجب أن تكون هناك خطة زراعية متكاملة. يعني المزروعات اللي استهلاكها للمياه كبير يجب أن لا تستخدم في العراق، ونتجه إلى نباتات مصروفها المائي يكون أقل. هذا من جانب، لكن أكو جانب آخر اللي هو الجانب التفاوضي، ويمكن أني أختلف مع كثير من الإخوان حول هذا الموضوع. طيب. العراق جرب أن يتفاوض مع إيران ومع تركيا 60 سنة الماضية وما توصل إلى نتيجة. نعم. ليش؟ لأنه
التفاوض حول المياه فقط لا يجدي نفعا. أنا أعتقد أنه التفاوض يجب أن يكون شامل للأمور الاقتصادية والعسكرية ومن ضمنها المياه. ليش؟ لأنه العراق يستورد مليارات الدولارات من البضائع من تركيا وإيران سنويا. اقتصاد إيران أصلا الكم سنة الماضية هو معتمد على العراق أساسا. ثانيا، أكو مئات الشركات الإيرانية والتركية عاملة داخل العراق. ثلاثة، الوضع الأمني بالنسبة إلى تركيا وإيران مهم جدا. وأعطيك مثال، دائما نسمع يا طائرات تركية يا قطعات تركية تدخل داخل الأراضي العراقية لأسباب أمنية وعسكرية. هذه الورقة لو كانت عندنا حكومة فعلا تريد تشتغل تستعمل هذه الورقة وممكن. طيب دكتور، تتوصل دكتور إلى نتيجة. دكتور باختصار، الوقت أدركنا باختصار، ما يرهم للعراق إعادة تدوير الصرف الصحي مثل ما يحدث الآن في مصر؟ قلت أنه لو نراجع تقرير البنك الدولي سنة 2006 يقول لك 14 مدينة بيها محطات تنقية مياه عادمة من 252 مدينة عراقية. زين هاي تكلف هواي دكتور؟ 252 مدينة تكلف هواي؟ تكلفتها تكلفتها هواي هاي إعادة بسيطة جدا والله العظيم بسيطة يا أخي. أنا سويت تجربة بالأردن. إحنا كنا بجامعة آل البيت بنص الصحراء، جمعنا المياه العادمة من المختبرات والمرافق والمطاعم وزرعنا 20,000 شجرة زيتون والله العظيم. صحيح صادق. بتكلفة بسيطة جدا جدا، لأنه تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية غير مكلفة إطلاقا. نعم، أنا أشكرك دكتور نظير عباس الأنصاري، حدثنا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه. شكرا جزيلا على هذه المعلومات وعلى هذه الإفادة منكم دكتور. أستاذ مجاهد، سياسيا ما هو الحل حتى يعني يعود العراق مخضرا مبتهجا بالمياه ومبتهجا أيضا بالزرع؟ يعني أول نقطة كما تفضل، إضافة لما تفضل به الدكتور، هو امتلاك إرادة سياسية حقيقية تجبر يعني الأطراف إيران وتركيا على الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل حسم هذا الملف وعدم، مثل ما تفضل أنا ذكرت في البداية على أن تركيا والعراق ساوما حصص مائية مقابل الدخول ومحاربة حزب العمال الكردستاني. بمعنى أن طاولة المفاوضات يجب أن تشمل جميع الملفات وليس فقط ملف المياه. النقطة الثانية هو استثمار بالتعاون مع السعودية أو تركيا لبناء غابات وأشجار لا تتطلب الكثير من المياه من أجل خلق صد وحزام أخضر يحمي المدن، فسح المجال للكفاءات والخبرات العودة إلى العراق مثل الدكتور نظير، يعني رجل خبير جدا بالتأكيد. يعني لا نغفل الخبرات العراقية. الخبرات العراقية لو تولدت الإرادة السياسية وأنفقت الأموال على مسارات محددة يعني يحتاجها العراق لتجاوزنا الكثير من الأزمات، لكن ليس هناك إرادة سياسية. الجميع يفكر في سياق كيف يصل إلى السلطة ويقوم بديمومة الجلوس على الكرسي. يعني أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا، والشكر موصول لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.